أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. الدرس السابع والثلاثون. الأرض الحوار الأول. انظر واستمع وعد قاسم. أين وير تذهب؟ يو ار جوينج. يا سالم أو سالم. أين تذهب يا سالم؟ Where are you going, O Salim? إلى to المطعم, the restaurant. إلى المطعم, to the restaurant. Come, how many? وجبات, meals. تأكل, you eat. في اليوم, in the day. Come, وجبات, تأكل في اليوم. How many meals do you eat in the day? آكل, I eat. ثلاثة, three. وجبات, meals. آكل ثلاثة وجبات. I eat three meals. الفطور, the breakfast. والغداء, and the lunch. والعشاء, and the dinner. آكل ثلاثة وجبات, الفطور والغداء والعشاء. I eat three meals, the breakfast and the lunch and the dinner. هذا, this is. كثير, a lot. جدا, too. هذا كثير جدا, this is too much. أنا أي آكل إيت وجبة واحدة, one meal. أنا آكل وجبة واحدة, إيت one meal. هذا, this is. قليل, little. جدا, a lot. هذا قليل جدا, this is too little. ماذا, what. تأكل, you eat. في الغداء, in the lunch. ماذا تأكل في الغداء؟ What do you eat in the lunch? آكل, I eat. الأرز, the rice. والخبز, and the bread. آكل الأرز والخبز. I eat the rice and the bread. ماذا and what? تأكل, you eat. أنت, you. ماذا تأكل أنت? And what do you eat? آكل, I eat. السمك, the fish. والسلطة, and the salad. والفاكهة, and the fruit. آكل السمك والسلطة والفاكهة. I eat the fish and the salad and the fruit. Ma, what? وزنك, your weight. Ma, وزنك, what is your weight? 60 kilo, 60 kilogram. Ma, and what? Waznuka, your weight. Anta, you. Ma, waznuka, ant. And what is your weight? Miyatu, 100. Kilin, kilogram. Miyatu, kilin, 100 kilogram. Anta, you. Saminun, fat. Jintan, a lot. Anta, saminun, jintan. You are too fat. Anta, and you. Nahifun, skinny. Jindan, a lot. Anta, nahifun, jindan, and you are too skinny. First student, Inam Kayum. Assalamualaikum, sir. Walaikum. Your first student, Aisha Imran. نعم. Your second student. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. الدرس السابع والثلاثون. الحوار الأول. انظر واستمع. أين تذهب يا سالم؟ Repeat. نعم.
أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. أين تذهب يا سالم؟ عائشة، Okay, now you read the second one as well. إلى المطعم. إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. أكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا أكل كثير ثلاث جدا، وجبات. أنا آكل وجبة واحدة. هذا هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. قليل جدا، هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ السلام ورحمة الله. Okay. No, continue. وماذا تأكل أنت؟ وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. 100 كيلا. أنت سمين جدا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. وأنت نحيف جدا. خرم شهزاد. Do you hear me? Yes, I can hear you. Okay. You will repeat the audio. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. أين تذهب يا سالم؟ Repeat. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات. كم وجبة تأكل في اليوم؟ Kurum, do you hear us? No, no. Student Samia Kayum. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. You repeat the sentence. Kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Kam wajbatan ta'kulu fi yawm?
آكل 3 وجبات. آكل 3 وجبات. الفطور والغداء والعشاء. Repeat. الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. ماذا كثير جدا؟ هذا كثير جدا. هذا كثير جدا. Next. آكل وجبة واحدة. آكل وجبة واحدة. آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. آكل الدجاجة Yes. والخبز. وماذا تأكل أنت؟ سنأواز كاترية سيف الخيال. وماذا تأكل أنت؟ وماذا تأكل هند؟ أنت بسم الله. أنت أوكي. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. آكل السمك والسلاكة والفاكهة. والسلطة. والسلطة. ما السلطة. وجبك؟ ما وجبك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلا. 100 كيلا. أنت سمين جدا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. وأنت نحيف جدا. سارة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. You are first student. تابينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. You are second student. Start. أوكي. أين تذهب يا سالم؟ It is not Salim, it is Tamida. تامينا سر. أين نعم. تذهبين يا تحميدة؟ أوكي سر. أوكي. أين تذهبين يا سالمة؟ Is okay. تحميدة. أوكي. تعميدة. أوكي. إلى مطعم. إلى المطعم. إلى المطعم. كم وجبة تأكلين في اليوم؟ أكل 3 وجبات. الفطور وغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ تأكلين في أوكي. الغداء؟ ماذا تأكلين في الغداء؟ أكل الأرز
الأرزة، الأرزة وخبز وخبز. وماذا تأكل أنت؟ تأكلين أنت؟ تأكلين أنت؟ آكل السمك والسلاطة والفاكهة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ وزنك 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلو. يا صاد كيلين. أنت سمين جدا. سمينة. أنت سمينة جدا. أنت نحيف جدا. أنت نحيفة جدا. أنت نحيفة جدا. ياسيني. عام، Your السلام عليكم. وعليكم السلام. Your first زارش إنام قيوم. Yes, sir. Your second start. أين تذهب يا يا what is his name? Sorry. يا إنام. أين تذهب يا what is his name? يا إنام. يا إلى. إنام. إلى المطعم. أين تذهب يا إلى؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل وجبة ثلاثة. ثلاث وجبات. مدود. عدد كم فاست from 3 to 10. ثلاث وجبات أكل ثلاث وجبات. ثلاثة. الفطور ثلاثة. ثلاث وجبات الفطور الغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. يسر من سنجن. هذا قليل جدا. هذا ماذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الرز والخبز يا سريب. وماذا تأكل؟ تأكل أنت؟ أكل سمك والسلطة وفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلو. وما وزنك أنت؟ 100 كيلو. كيلو. أنت سمين جدا. Yes, sir. Okay, next. وأنت نحيف جدا. Shall we practice it more or is it enough? Next student, who is next? Aisha, do you want to practice it? Yes. Okay. I will ask you, you will answer me according to yourself. Kam maratan taakulina fil yawm? Ana aakulu thalatha wajabatin. ماذا تأكلين في الفطور؟ أنا أكل
الخبز مع طبق بيض مع قهوة. وكانت تأكلين الخبز والبيض وتشربين القهوة، نعم. وبعد ذلك ماذا تأكلين في الغداء؟ الخبز مع और कोई भी सालन वगैरह हो तो उसको क्या कहेंगे अरबी में? मालकरी। मलकरी यस। وماذا मलकरी تأكلين في العشاء؟ الأرزة مع سلطة مع المرقي. كم خبزا تأكلين في مرة واحدة؟ كم؟ كم خبزا تأكلين في وجبة واحد، واحدة؟ أنا أكل واحد. ما وزنك؟ فورتي فايف 45، 45. خمسة وأربعون أنت خمسة وأربعون نحيفة جدا. المفردات الأرض، انظر واستمع وعد. Next student، خرم شهزاد. سامية قيوم. Yes, sir. Okay. Repeat what you hear. الوحدة الخامسة. Repeat. الوحدة الخامسة. الطعام والشراب. الطعام والشراب. الدرس 37. الدرس 37. سابيو والسلاسون. السابع والثلاثون. المفردات. المفردات. العرض. العرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. فاكهة. فاكهة. أرز. أرز. سمك. سمك. خبز. خبز. يأكل. يأكل. مطعم. مطعم. عشاء. عشاء. غداء. غداء. فطور. فطور. وجبات. وجبات. وجبة. وجبة. وزن. وزن. قليل. قليل. كثير. كثير.
مئة كيل. مئة كيل. سمين. سمين. نحيف. نحيف. سامية كيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. المرأة تسبح. Repeat. المرأة تسبح. The men are eating. الرجال يأكلون. الرجال يقولون. المرأة تسبح. الرجال يأكلون. المرأة تسبح. Fourth option. المرأة تسبح. هو يسبح. هو يسبح. الرجال يقولون. الرجال يأكلون. Second option, the men are eating. الرجال يقولون. هو يسبح. Anyone? What option? Assalamu alaikum. Yes, Ustaz. هو يسبح. هو يجري. He is walking. المرأة تسبح. Number two. The woman is swimming. المرأة تسبح. هو يجري. هو يجري. هو يجري. الرجال يأكلون. The men are eating. الرجال يأكلون. هو يسبح. He is swimming. Second. He is swimming. هو يسبح. The women are is swimming. The woman is swimming. المرأة تسبح. هو يجري. Number one. هو يجري. هو يجري. Second. هو يسبح. He's swimming. هو يجري. He's running. هو يجري. Fourth. هو يأكل. هو يأكل. Number two. هو يأكل. He's eating. First. هو يأكل. هو يجري. He's running. Number one. هو يجري. First one. First. هو يأكل. Next student is Yakut Mohideen. Yasini. Yes. الولدان يسبحان. الولد يشرب. هما يطبخان. Which option? Which option? الولدان يسبحان. الولدان يسبحان.
الولدان يسبحان. The first. الرجل يأكل. الرجل يأكل. هو نائم. الأولاد يقرؤون. الرجل يأكل. Number two. الرجل الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الأولاد بنت. بنت. أنا امرأة. الرجل يطبخ. نحن شرطة. Number two. الرجل يطبخ. الرجل يأكل. الرجل يسبح. الرجل يسبح. الرجل يسبح. أب وأطفاله. هذه غرفة نومي. الرجال يطبخون. Number three. الرجال يطبخون. الرجل يسبح. النساء يسبحن. هما تطبخان. هو يطبخ. النساء يسبحن. النساء يسبحن. البنت تسبح. البنات يجرين. المرأة الطويلة تلبس بدلة رمادية. أنا أكتب بالعربية. ثلاثة. نو. نو. البنات يجرين. البنات يجرين. The first one. البنات يجرين. The first one. If anybody has any question, they can ask me now. Then we will stop. So I have a question, sir. Yes. So vazan is weight. What is the difference between vazan and kilan? Kailan. Or kail in English mean kilogram. And vazan mean weight. Kilograms. Okay, sir. Yes. Okay, sir. Jazakallah. Waiyakum. Anybody else? Anyone can answer now. هو يطبخ. المرأة تشرب. الولد يجري. هو يطبخ. هو يطبخ. الولد يقرأ. هذه أخت. الولد يقرأ. أولاد. خريف. أولاد. أو أولاد. أولاد. هما. هما يطبخان. لا يطبخان. هما يطبخان. عمري 10 سنين. رجلان ونساء. رجلان ونساء. هما يطبخان. See you all next time إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. And try to send me the answers of these questions before.